بسيط عشا كريم وصورة واضحة من غير تزييف حلم مواطن بسيط عشا كريمة حلم مواطن بسيط عشا كريم وصورة واضحة من غير تزييف حلم مواطن بسيط عشا كريمة حب بلدي احساسي بالامان افدي بلدي بدم ويجان كان ارفع علم بلدي فوق كل لواحد شيخة وقسيس وده كان حلم الشعب في صورة رئيس حلم مواطن بسيط عشا كريم وصورة واضحة من غير تزييف حلم مواطن بسيط عشا كريم حلم شعب في صورة رئيس حلم شعب في صورة رئيس حلم شعب في صورة رئيس أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة بعد توقف دام شهرين. احنا دلوقتي بنكلمكم من قلب السفارة الرواندية. السفارة الرواندية يا جماعة لينا فيها باع نتكلم فيه، بس قبل ما نتكلم عن رواندا هنتكلم عن سفير رواندا بالقاهرة. سفير رواندا اللي موجود معانا في الحلقة دي الشيخ صالح هابي مانا، نرحب بيه في حلم شعب في صورة رئيس. نرحب بيك معالي السفير في برنامج حلم شعب في صورة رئيس، ونرحب بيك في قناة دريم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه السفارة المتواضعة، السفارة التي تمثل دولة ألف تل وتل وألف بصمة وألف حل لحل المشاكل المتواجدة مرة على الساحة. حضرتك كده بتحمسني معالي السفير ان عندك الف حل وحل، بما ان معالي السفير شرح كلمة رواندا ان هي الف تلة ولديه الف حل. من ضمن الحلول ان نتعاون، هل لديكم في جعبتكم الدبلوماسية وسيلة للتعاون ما بين المنبع والمصب؟ كذلك يجب أن أقدم شكرنا للرحمن الذي جعل من الماء حياة وربط رواندا بمصر بالماء. إن المنبع وآخر المستفيد إنسان مصري، لذلك التعاون إجباري مش إرادة، هنا ليس هناك إرادة للتعاون، لأن الرحمن الذي خلق من الماء حياة وربط ما بين رواندا ومصر بالماء التعاون ضروري. في وجهة نظر الدولة الرواندية كيف يكون التعاون؟ يعني في حوض النيل 11 دولة حضرتك تعلم، وأنتم يحدكم 4 دول من حوض النيل، كيف يكون التعاون بين 11 دولة الممثلين في دول حوض النيل؟ نبذة عن التعاون، كيف نتعاون في الماء؟ أولا قبل كل شيء يجب أن يبنى التعاون على الاحترام المتبادل ما بين الشعوب وما بين الشعب الرواندا والشعوب الأخرى وما بين الشعب الرواندا والشعب المصري. التعاون الذي يبنى على الاحترام المتبادل، والتعاون هذا طبعا هو التعاون الذي يؤتي أكلها لكل من الاثنين، الرواندا تستفيد ومصر كذلك تستفيد. وعندما نتكلم عن رواندا ومصر نعني الشعب، نعني الشعب ليست الأنظمة. طبعا الأنظمة هي التي تيسر وتسهل الأمور ما بين الشعوب. طيب، وجهة نظر الرئيس الرواندي في التعامل، نحن نسمع أنه فاتح أزرعته للتعامل مع الدول الأفريقية لزيادة التنمية، هل حصل لقاء ما بين الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الرواندي بول كاجامي؟ أصلا يجب أن نشير إلى أن رئيسي فخامة الرئيس بول كاجامي هو من أقرب الأصدقاء إلى فخامة الرئيس السيسي. التقى الاثنين في شرم الشيخ في أيام المؤتمر تريباتايت لكوميسا والدول والبلوك الأخرى التي كانت تريد أن تشكل بلوك واحد، هي الكوميسا وستافريكا وسادك. التقى في شرم الشيخ الاثنين، والاثنين قرر أن تكون هناك سفارة الرواندية في مصر، وأربعة أشهر بعد هذا أرسلت هنا سفيرا، والرئيس قال لي أنت محظوظ يا سفير أنك ستعمل في الدولة والرئيس فيه صديقي. تقدر تقول لنا يا فندم اللي بتقدمه دولة رواندا للمستثمرين المصريين؟ يعني لو في شخص نتكلم بطريقة مبسطة، لو هناك بعض المستثمرين الذين يريدون أن يستثمروا أموالهم في رواندا كما يستثمرون في مصر، كما يفكرون الاستثمار في بعض الدول الأفريقية، ماذا تقدمون لهم كدولة؟ كدولة أول قبل كل شيء رواندا تعتبر
من الدول المسهلة للتجارة. المصنع عالي جدا في إفريقيا، تقريبا لا يماثلنا أي واحد. أولا قبل كل شيء، الإنسان المصري سيسجل شركته في أربع ساعات. كيف يا فندم؟ سيكون له شركة بالتصريح بحسابه في البنك والأوراق رسمية، لأن عندنا ما يسمى بـ One Stop Center Rwanda Development Board. عندما تدخل في هذا المبنى تخرج أنت لك كل شيء، تخرج أنت صاحب شركة، صاحب شركة، وبإمكانك أن تمتلك حتى الأرض على ساحة رواندا. ما أنا أرضنا صغير، ولكن نحن بإمكاننا أن نقدم حتى الأرض إلى هذا الإنسان المستثمر، وبإمكانك كذلك أن تسجل شركة وأنت هنا في القاهرة. كيف يفهم؟ الكمبيوتر، تدخل الكمبيوتر، تدخل RDB ويب سايت وتسجل الشركة على طول. وكيف نثبت الجدية من عدمها؟ كيف نتأكد أن هذا الشخص جدي؟ ما هي الضوابط؟ ما هي الأسلوب الذي يتبع في مثل هذه الطرق؟ الضوابط هو أن بإمكانك أن تدخل مباشرة، ليس هناك مانع، وكذلك بإمكانك أن تزول رواندا، لأن الإنسان الإفريقي من القاهرة إلى كيب تاون يدخل رواندا ويجد تأشيرة في المطار، بينما الاتيان إلى دول أخرى تقريبا يأخذنا حتى أصبح في بعض الأحيان. ولكن الإنسان الإفريقي بلونه الأسمر والأبيض حامل الجواز الإفريقي يجد تأشيرة في المطار. الجدية بأنك كإنسان إفريقي هتدخل رواندا وتجد تأشيرة في المطار، وبمجرد أن تدخل RDB رواندا ديفلوبمنت بورد هتجد التسهيلات بالكامل. ونحن نتحدث من داخل القاهرة، ولكن من منطقة رواندية. حين نتحدث عن الدولة الرواندية معالي السفير، وتحديدا المرأة، رواندا تنظر للمرأة بمثابة مختلفة بشكل عميق. ففي 2008 معالي السفير انتخب المجلس التشريعي بأغلبية نسائية، فكيف هذا أن يحدث وهي سابقة الأولى على التاريخ في العالم؟ طبعا تاريخنا يختلف عن تاريخ الآخرين، نحن نأتي من هذا حدث. يعني حضرتك بتتفق معي أن هذا حدث، أن الأغلبية كانت نسائية؟ أغلبية نسائية، لذلك تاريخنا يختلف عن تاريخ الدول الأخرى، لأننا نأتي من المأساة وعدم النوم والمجزرة وتطهير العرقي، حيث قتل 1,000,000 وزيادة توتي من قبيلة التوتي، قتلوا وفي 100 يوم. لذلك قررنا في بدل الحين نأخذ القرارات التي الناس لا يكاد يفهمها، ومن ضمنها أن نقدم كل ما نقدم إلى المرأة. لماذا؟ لأن المرأة هي المجاهدة الأولى التي تربي ابنها في البطن، وتربي ابنها عند الحياة، وتكون معها في كل حال. صار عندما تضع أمورك في أيدي النساء، تضع في أمورك في أيدي آمنة. ورأيناها بأعيننا أن المرأة الرواندية استطاعت أن تنهض في أيام تحرير الوطن، تقديم الخدمات الصحية والكفاحية في نفس الوقت، وبعد المجزرة مباشرة هي التي تحمل مسؤولية لرعاية هؤلاء الأطفال الأيتام في الطرقات. لذلك نحن رقم واحد على مستوى العالم في البرلمان، وفي حتى مجالس التنفيذية عندنا في رواندا، حتى في الحكم لك النساء على مستوى عالي جدا، لهم دور في التنمية واحتواء الأزمة. حضرتك تطرقت للنكبة التي لحقت برواندا والإبادة الجماعية، ماذا تنظرون لهذا الحادث المؤلم الذي لا يمحى من الذاكرة لديك ولدى كل الأفريقيين؟ ويا ريت لو الإنسان المصري يتذكر دائما أنه ما بين شهر 4 وشهر 7 في سنة 1994، هذا الإنسان المصري استعمل مياه النيل اللي هو مزيج من دم وماء. أن هؤلاء الناس الذين قتلوا في رواندا، تقريبا 30% من هؤلاء الناس القتلة رموهم في مياه القوا بهم في النيل، رموهم في النيل.
سعر الدم الرونديين وصل في القاهرة سعر استعمال مياه النيل ما بين 4 و7 في سنة 1994 كان استعمال الدم المزيج بالماء. علمنا أن سيادتكم كدولة تسعون للمطالبة بمحاكمة من قاموا بهذه الإبادة الجماعية، هل هذا حقيقي؟ لا نطالب هؤلاء الذين نفذوا المجزرة فحسب، نطالب حتى هؤلاء الذين مولوا المجزرة، نطالب حتى هؤلاء الذين شجعوا المجزرة، نطالب حتى هؤلاء الذين رسموا المجزرة في أيام الاستعمار، نطالب حتى من سهل للمجزرة في بلدنا، وسوف نطالب هذا إلى آخر نفخة الإنسان الرواندي على الأرض. معنى ذلك أن هناك تلميحات لتدخل أو ضلوع الجانب البلجيكي في الحادثة؟ هناك بصراحة هناك دول عديدة، ولا نريد أن نشير إلى الدولة، لأن هناك المسؤولين الذين ينصون على الدول بالأسماء من ضمن رئيس الدولة، ولكن نحن نعرف أن في أيام الاستعمار كان هناك تخطيط لتدمير ومح قبيلة التوتسي في رواندا، وبعد الاستعمار مباشرة جاءوا بالحكم الذي كان يمثل مصالح استعمال في رواندا. وسنة 1959 جربوا أول مجزرة، وبعد كل 10 سنوات كانوا يحاولون المجزرة. سنة 1994 نفذوا المجزرة بالكامل، حيث قتلوا 1,000,000 وزيادة في 100 يوم. صار الذين رسموا للمجزرة في أيام الاستعمار، والذين شجعوا الحكم بعد الاستعمار، والذين نفذوا المجزرة، كل هؤلاء سنطالبهم. أنتم ساعون بجدية للقصاص القانون؟ ليس هناك قصاص، لأننا لا نريد أن نرى إنسان يموت، لأن أول شيء الذي فعلناه بعد المجزرة مباشرة وأننا محونا حكم الإعدام. في رواندا ليس لنا حكم الإعدام بعد المجزرة مباشرة، لأننا رأينا فقدنا 1,000,000 وزيادة بشر في 100 يوم. لو نبقى على حكم الإعدام هنقتل كثير كمان، لأن الذين شاركوا في المجزرة أكثر من 1,000,000 وزيادة، تقريبا 2,000,000. ما حاولنا هذا سؤال. القصاص عندنا مش القتل، ولكن نريد أن تكون هناك عدالة. كيف يكون العدالة معالي السفير أن لم تأخذ حق؟ العدالة الذي نعني هو أن نعرف هذا الإنسان بهذا الاسم شارك في المجزرة، وحكمه نترك صراحه، أو حكمه يبقى في السجن، أو ما تشابه هذا قانونيا. ولماذا لا تغرم دولهم ماديا وأدبيا وأمنيا؟ يا ريت يعني هذا اقتراح. إذا محونا حكم الإعدام لنزع فتيل الثأر والحقد والوحدة، يكون العقاب بشكل آخر. يا ريت لو البشرية تعترف أنها ارتكبت الإساءة لشعب رواندا وتأخذ بهذا، على الأقل تقدم غرامة للشعب رواندا، ولكن طبعا هذا يرجع للقانون، وكمان هذا يرجع إلى الإرادة السياسية الرواندية على مستوى عال جدا، والرئيس دائما يفكر في مثل هذه الأشياء، وله الحل إن شاء الله، هيطالب العالم أن ترى مسؤوليتها أمام شعب رواندا. أخيرا وليس أخيرا يا فندم، لنا سؤال شخصي، وشخصي هنا نتوقف عند مفتي المسلمين بالأراضي الرواندية. الشيخ صالح كان مفتي للمسلمين برواندا، والجدير بالذكر أن هذا المنصب لا يستمر به أحد إلا الشيخ صالح لمدة دورتين متتاليتين. كيف هذا التحول، ولماذا تحولت من الدين للسياسة الدبلوماسية؟ طبعا هذه عجبتني التنهيدة دي يا معالي السفير، عجبتني التنهيدة دي. هذه طبعا أصلا يرجع إلى أصولنا كمسلمين، حيث في بعض الأحيان نرتكب المخالفات بأننا لا نثبت ما نقول. إذا كان الإنسان يقول أن الإسلام دين ودولة، ماذا يعني بهذا؟
إذا كان الإسلام هو عند بعض الناس يرون أن الإسلام هو الحل، هل هذا الحل يكون في المسجد مش في خارج المسجد؟ في نفس الوقت هو أن كثيرا ما ننسى أن الإرادة والطموحات في بعض الأحيان لها ثوابت، يجب أن نشير إلى أن كل من يسمي نفسه إسلامي هو يفكر في الإمبراطورية الإسلامية، ولكن المشكلة هو أنه هو بنفسه الذي له هذه الفكرة يظن أنه سيكون رئيسا لنفس الإمبراطورية، وينسى أن الإمبراطوريات تبنى على قبر الرجال. لذلك الإمبراطوريات تبنى على قبور الرجال، على قبور الرجال. هذه حكمة معالي السفير صح؟ وياريت أكون واحد من هؤلاء، لذلك عملي في مجال الدين انطلاقا أو يعتبر انطلاقا لعملي في السياسة، لأنني بعد مهلتين كما أشرت، طبعا عندنا في رواندا تعمل 5-5 لا أكثر ولا زيادة 10 سنوات وتخرج من الزعامة، زعامة المسلمين أو ديار المسلمين. عملت وكنت تقريبا 41 سنة وكملت وأنا 50، صار إنسان 50 سنة ما زال عنده طاقة، والشعب الرواندي والحكومة الرواندية رأوا أن فيها ما أستطيع. هناك المزيد لدى الشيخ صالح، هناك المزيد. عينوني مباشرة مدير عام للإدارة العامة لشؤون الأديان على مستوى الدولة في إدارة الشفافية عندنا في رواندا. لديكم إدارة تسمى بإدارة الشفافية؟ ما المحتوى الذي يكون بإدارة الشفافية مع السفير؟ إدارة الشفافية أصلا بالإنجليزية يعطيك كلمة مضبوطة، هي تسمى رواندا غافرنس بورد، رواندا غافرنس بورد، حيث هذه الإدارة تراقب الإدارة، تراقب المدراء، تراقب حتى إدارة الرئيس، كيف هؤلاء الناس يكون ناس مسؤولين أمام الشعب، صار كنت مدير عام لإدارة العامة لشؤون الأديان، تسجيل وما إلى ذلك. عملت هناك 1.5 سنة، بعده انتخبت على حساب الحزب الحاكم RPF نائب في البرلمان. كذلك هناك اشتغلت 1.5 سنة وأرسلوني إلى هنا، سفيرا. يعني حضرتك جئت إلى هنا بحكم من الشعب، بحكم من الحكومة الرواندية وفخامة الرئيس بول كاغامي، لأنه هو الذي يعين السفراء، ولكن عندما كنت في البرلمان بحكم الشعب هم الذين أرسلوني إلى البرلمان نائبا لهم في البرلمان، ولكن الإتيان إلى هنا الرئيس هو الذي اختارني رئيسا أو اختارني سفيرا هنا في القاهرة. وأظن أن كلما تكون إنسان الدين وإنسان الذي لا يفرق بين الناس على مستوى الأديان، وكنت كذلك نشيط جدا في الحوار في حوار الأديان ما يسمى انتفيث، أظن أن طبعا شعب رواندا مسلمين ومسيحيين رأوا فيها خير وأرسلوني، للبرلمان ومن البرلمان إلى هنا. نعلم أن في رواندا لا يكون وجود للنزاع الطائفي أو النزاع العرقي بعد المجزرة التحتم، وأصبح لا نعرف أو لا نستطيع أن نفرق بين مسلم ومسيحي أو طائفة وطائفة أو عرقي وعرق آخر صح؟ صحيح. كنت حضرتك مؤثرا في هذا العمل الموحد للوطنية؟ كنت مؤثرا كثيرا، وهذا دائما هو هذه هي النقطة الوحيدة التي أفحص عنها أينما أكون، ومعجب جدا بمصر، والله معجب جدا بمصر، لأن في مصر تكاد لا تعرف من هو المسيح ومن هو المسيح. أنت في بلدك، وهذه حقيقة أنا لا أجاملك، ولكن نحن أبناء أرض واحدة أفريقيا. لذلك زي ما أشرت أنا أفحص دائما عن هذه النقطة، نقطة الإنسانية، نقطة الحب والحنان، نقطة الانتماء إلى هذا الأرض المتواضع، الأرض الذي أصلا ليس له حدود إلى الحدود المرسومة من قبل الاستعمار، أبحث عن هذه النقطة، وهذه النقطة رأيتها هنا في مصر، حيث لا نرى التفرقة ما بين المسلم والمسيحي، لا تكاد تعلم أن هذا إنسان مسلم أو مسيحي هنا في مصر، ولكن كذلك أشير
وأسلم وأحيي فخامة الرئيس السيسي، لأنه إنسان مسلم في دولة مسلمة مسيحية. دعني أستوقف سيادتك عشان هو في تقليد أوريدي، يعني في تقليد دائم في هذا البرنامج أن يقول الضيف كلمة موجهة للمواطن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكونه مواطن مصريا ولكن يتحمل جميع المسؤولية بتاعة الشعب. فكلمة من المواطن الأفريقي الشيخ صالح للمواطن الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول له إيه بطريقة مباشرة عشان أنا قلت لحضرتك هذا تقليد للبرنامج عندنا؟ والله نقدم شكري وتقديري لهذا الرجل، إلى هذا الرئيس. ماذا تتوقعون من هذا الرئيس معالي السفير؟ أتوقع منه الكثير، لأن هذا الإنسان الذي طبعا يصلي في المسجد ولكن يحترم من يعبد في الكنيسة، يصلي في المسجد ولكن يرى الخير فيه. هذه عقيدة الإسلام الصحيح. الإنسان الذي بقلبه المملوء بالحب، وترى الحب حتى في عينيه في وجهه. الإنسان الذي لا يكاد يغضب صار إنسان صراحة، ولذلك هو رئيس الدولة التي يعتبرها رئيسي دولة شقيقة ويعتبره صديقا له. ومع احترامي للرئيسين، هذه حقائق واقعية وطبيعية، الأرض والمياه وجميع المؤشرات تقول أن نحن أشقاء. زد عليه أن السيسي نصر المسيحيين في دولة إسلامية، وكجمي نصر المسلمين في دولة مسيحية. يجب أن تعرف هذا، يجب أن تعرف. فعل الرئيس الرواندي، رئيس الرواندي بول كاجامي، هو الذي رفع من دور المسلمين في رواندا أن يكونوا حتى مواطنين عاديين، لأن كنا مهمشين في كل شيء. المسلمين كانوا مهمشين في رواندا، مهمشين في كل حياة الدولة، لا نعرف أين توجد الدولة. من حقنا أن ندرس الابتدائية وخلاص، بعد الابتدائية مباشرة الإنسان يلتحق بالأزهر الشريف أو بمدينة المنورة أو بجامعة إفريقيا في السودان، ولكن ليس له الحق أن يدخل الجامعة الرواندية. هذا الرئيس كاجامي هو الذي جاء وقال الإنسان المسلم كغيره من الناس حق، ومواطن رواندي. لذلك أقول منع الكتابة في الباسبور أو البطاقة بتاعتكم يا فندم، منع كلمة الدين في البطاقة، منع كلمة العرق في البطاقة، في كل أوراق الرسمية للدولة الإنسان يسمى أومونيارواندا. لذلك أقول أن فخامة الرئيس بول كاجامي نصر المسلمين في الدولة مسيحيا، وفخامة الرئيس السيسي نصر المسيحيين في الدولة إسلامية. مش محتاجين نصرة لأنهم كلنا زي بعض، المسلم والمسيحي في مصر مواطن مصري، ده حقيقي. ولكن في بعض الأحيان تجد أن هناك أناس يريدون أن يفرقوا ناس، ألا بناء على الدين وبناء على العرق حتى في البشرة. معالي السفير، أطلنا على سيادتك وإحنا عاجزين عن الشكر، وانتظر الحلقة ديت هتتزع بكل ما فيها من إنسانية وكلام مبسط غير منسق ولم يتم التنسيق عليه من قبل. نشكرك للاستضافة في سفارة رواندا، ولك تحيات البرنامج وتحيات قناة دريم. مرحبا بكم مرة ثانية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا. الحلم كده خلص، وإن شاء الله إن شاء الله مش هيكون حلم، ده حقيقة. أنا قاعد جوا سفارة رواندا، وإن شاء الله هتشوفوني داخل دولة رواندا، مواطن أفريقي هيخش وطنه، حلم شعب في صورة رئيس. السلام عليكم. حلم مواطن بسيط عشا كريمة، حلم مواطن بسيط عشا كريمة، صورة واضحة من غير تزييف، حلم مواطن بسيط عشا كريمة. وقلبي حب بلدي، احساسي بالامان، افدي بلدي بدم وايجان كان، ارفع علم بلدي فوق كل لواحد شيخه وقسيس، وده كان حلم الشعب في صوره رئيس. حلم مواطن بسيط عشا كريمه، صوره واضحه من غير تزييف، حلم مواطن بسيط عشا كريمه، حلم مواطن.
مواطن بسيط عشا كريم وصورة واضحة من غير تزييف. حلم مواطن بسيط عشا كريمة شعبي في صورة رئيس.